Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по Корану. И сегодня я бы хотел прочитать следующие не три страницы, а две страницы. Так как до окончания суры Аль-Бакара осталось у нас две страницы. Поэтому эти две страницы прочитаю. И сегодня мы с вами завершим чтение суры Аль-Бакара. Инша Аллах. Прежде чем приступить к чтению этих страниц, этих аятов,

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تبوح وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب. كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق فاتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل فهو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا, ترتابوا وأدنى ألا لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وت اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليتقي الله ربه، ولا تكتم الشهاده، ومن يكتم تمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماء السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Дорогие друзья, сегодня здесь остановимся. Как я уже сказал, мы суру Аль-Бакара с вами закончили. Альхамдулилла. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал. Ставьте лайки. Всем доброго здоровья. До новых встреч. Ассаляму алейкум.